مساء الخير عليكم، يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس. والنهارده حلقتنا زي ما معودين حضراتكم، وهي تكون متنوعه جدا وفيها حاجات حلوه جدا هتستنوها معانا ان شاء الله. بس قبل ما نبدا، خلينا بقى نرحب براعي رعاة الشياكه في مدينه الانتاج الاعلامي، استاذ احمد فاروق. يا بيبو، ده انت يعني راعي الفكاهه المصريه حلوه دي. واحده بواحده. وحشني يا بيبو. حبيبي، عامل ايه حبيبي؟ بقالنا احنا ما اتقابلناش الجمعه، صح؟ كام يوم بس، اهو السبت. يومين. ايوه صح، احنا عاملين خيمه انا وانت. ناسي ولا ايه؟ وحشني حبيبي. حبيبي كويس حبيبي، الحمد لله. الجو النهارده يعني فرهضه. انا يعني حاسس بيك. حر جدا. يعني انت في العادي. لا انت في العادي يا رب تبقوا حاسين بيا يعني. يا رب. مساء الفل يا جماعه. اكيد النهارده طبعا يعني الناس كلها منتظرة اللقاء الهام جدا، وكمان اللقاء القار يعني ما بين نادي الأهلي وكمان نادي الوداد المغربي في النهائي أبطال أفريقيا. لكن يعني دعوتنا كلنا، سواء يعني امبارح قلت برضو أهلاوي زملكاوي اتحداوي اسماعيلاوي أيا كان الموضوع إيه، في الآخر إحنا بنتكلم يا جماعة دي الكرة المصرية. لو أي فريق هيشجع، لو أي فريق هيلعب في أي بطولة عربية بطولة أفريقية أيا كان، برضو احنا كمان هنساهم في تشجيعه، لان ده من دورنا ان احنا نعمل ده. وبالاخص كمان يعني احنا شايفين شويه الحاجات الغريبه اللي بيعملها الاتحاد الافريقي الكاف، يعني برضو مش فاهمين الوضع رايح على فين. يعني لحد النهارده ولسه هو من شويه، الساعه مش موجوده بس لحد لسه من شويه قبل ما نخش، يعني شايفين شويه حاجات لسه بتترتب وبتتظبط. يعني كانت المفروض تخلص امبارح واول امبارح طبعا، ده غير كمان موضوع التذاكر. لكن في الاخر الاهلي ان شاء الله دعوتنا ليه باذن الله، ويحسم اللقاء وتكون بقى يعني البطوله ال11 ليه باذن الله. النهارده كالعاده يعني هيكون معانا فقرات مختلفه، وكالعاده هينورنا المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه، علشان بقى يعني اخر بقى الاستفسارات وكمان الاستشارات القانونيه الخاصه بيكم ان شاء الله. بالظبط كده يا فاروق. كمان هيكون معانا بقى ضيف يعني من الابطال، ويعني حد كده قدر ان هو رغم ان هو ممكن يكون بيتحدى وعنده اراده كبيره جدا، لكن قدر يشتغل في مجال الاخراج والتصوير وبقى ليه اعمال، وهنشوفها لما يكون معانا. حلو جدا. ايه اللي بيخلي اجواء الشغل حلوه؟ طيب ايه اللي بيخلي الزمال في الشغل كويسين وحلوين مش وحشين؟ لو ما بيكلموش في الكوره مثلا يعني. انا بقول لكم ايه ده بقى، بصوا يعني انا عايش في حته والراجل الطيب ده عايش في حته تانيه خالص في الفضاء. بقول لك ان النهارده يعني ايه، عايزين يعني الاهلي والدنيا والناس كلها مستنيه الساعه، يعني النهارده الوقت يجري بسرعه عشان خاطر الماتش والكلام ده. ده بقى ايه عادي جدا، هو ايه النهارده مين هيلعب؟ أيوة هو اللي هو عادي كده، اللي هو الحقيقه كل المشاكل حلوة. اللي انت قلتها انت كنت بتواجه كلامك كله للجمهور والمشاهدين، لكن ما وجهتش كلامك ليا خالص، لان انا مش عارف اي حاجه خالص عن اي حاجه في الكوره. يعني عمال اقول ما شاء الله معلوماته جامده جدا. بيجيبوا الكلام ده منين؟ لو اي حد مصري او اي حد يعني بيحب الكوره الى حد ما يعني هيلمس حاجه كده يعني ايه خاصه بالكوره، لكن خطيب. بالظبط كده يعني كسبان رمليه. هي صحرا. طيب هيكون النهارده يعني معانا فقره حلوه قوي هنتكلم فيها عن العلاقات بقى الخاصه بالصداقات في الشغل، وكمان برضو عن قصه يعني غريبه شويه حصلت، ان في واحده عملت قصه كده هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله، علشان خاطر يعني ايه زميلها في الشغل عملوا معاها حاجه كده ايه مش عارفين ما عزموهاش ليه على الخروج. كانت قمصه قوي بس رد فعلها عجبني، وبالذات النتيجه. عنيف. رد فعلها عنيف. وبالذات النتيجه. لكن دلوقتي طبعا احنا معانا خبر حلو جدا، وهو ان في مهرجان دلوقتي معمول في النوبه، المهرجان اسمه ارت نارتي، والمهرجان ده يعني معمول عشان يكتشف المواهب من الاطفال، وفكرته حلوه جدا جدا، ودي للمره الخامسه بيتعمل. وفكرته ان هم بيجيبوا فنانين وناس بتدعم الفن عشان يتكلموا ويدوا دورات للأطفال، ويعرفوا الناس عن الأثار كمان بتاعتنا. والأطفال بيشاركوا في المهرجان ده بالشكل وعدد كبير جدا، وبيبقوا مستمتعين جدا باللي بيتقال لهم، وبيتعمل لهم رحلات وبتعمل لهم أنشطة كبيرة جدا. بص يا جماعة، يعني يمكن المهرجانات اللي من النوعية دي أنا بحس إن هي فعلا بتلاقي نجاح واستحسان كبير جدا عند معظم الناس،
وبالاخص كمان عند الاطفال. يعني يمكن المهرجان ده هو في حته بالنسبه لنا يعني في الجنوب في اسوان والنوبه، فهنتكلم يعني في حته يعني ذهبيه كده، حاجه كده حته خاصه شويه من الحته اللي هي خاصه بمصر اللي فيها الماز. انا شايف كمان ان هم يركزوا اكتر على ان الدوره دي تكون خاصه بشكل كبير ومستهدفه للاطفال، فدي حاجه بالنسبه لنا تفرحنا جدا. وكمان بنلاقي فيها يعني بعض بقى النماذج المختلفه والناجحه جدا، وزي ما احنا بنتكلم بنقول يا جماعه ان احنا لازم نركز على النشأ على الاطفال، هم دول في الاخر المستقبل بتاعنا. ويمكن السنه دي كمان في الدوره دي هم يعني قدروا ان هم يجمعوا حوالي 27 فنان يشاركوا كمان من خلال المهرجان، وبالاخص كمان من ضمنهم ناس احنا عارفينهم وناس كمان يمكن كانوا شاركوا هنا معانا في البرنامج وليهم برضو دور فعال من ناحيه بقى التوعيه والثقافه والقراءه. مثلا من ضمنهم هيثم السيد. هيثم السيد صاحب عربيه الحواديت اللي بيلف بيها المحافظات والقرى ويروح علشان خاطر يعني يساهم برضو مع الاطفال في دور كبير جدا من ناحيه ان احنا نرجع القراءة مرة أخرى والتوعية، وإن إحنا يا جماعة مش السوشيال ميديا بس ولا الموبايلات بالظبط، هي دي حياتنا كلها. يعني فكرة الحواديت دي كانت فكرة يعني أكتر من رائعة، بالذات إن هو الراجل بيعمل ده بكل حب، ما بياخدش أي مقابل وبيسافر عشان يخش الأطفال اللي ممكن مثلا ما عندهمش نشاطات مختلفة، ما بيعرفوش إن هم يدخلوا في نشاطات مختلفة سواء كان نادي أو سواء كان مكتبة أو الكلام ده كله، هو بيروح بكتبه وبيقعد يحكي لهم. لكن برضو خلينا دلوقتي معانا بقى ضحى على التليفون عشان نعرف اكتر عنها، عن مهرجان ارت ان ارتي. الو الو ازيك؟ الو ايوه سامعانا كده كويس؟ ايوه سامعاكم كويس جدا. اول سؤال كده عايز اساله لك، يعني ارت عارفين ان هو الفن، ارتي دي اللي هي جايه من ايه؟ يعني الجزيره باللغه النوبيه المتوكيه او الكنزيه. علم الانسان. طبعا بنحييكم جدا على المهرجان وفكرته العظيمه، بس عايزين نعرف اكتر عن المهرجان والنشاطات المختلفه اللي انتوا بتعملوها فيه. تمام، اولا شكرا جدا ليكم على اهتمامكم بان انتوا تسمعوا عننا وتسمعوا مننا. فاول حاجه هي المهرجان زي ما حضرتك تفضلت اسمه ارت نارتي، فن الجزيره او جزيره الفن. هو بالنسبه لنا طبعا غرب سهيل وجزر الشلال النوبيه هيتا وتنجار وعواض وكل الجزر النوبيه الجميله دي اللي بنشوفها دايما في الصور وبنزورها بنبقى حابينها، هي طبعا عنصر جذب سياحي للسياحه الداخليه والخارجيه، ولكن للاسف الاطفال فيها ما عندهمش اي فرص خالص غير المدرسه. وحتى في المدرسه الحاجات دايما بتبقى تقليديه بالذات في الحته بتاعت الفنون. انا نوبيه وعايشه في القاهره، تربيت في القاهره بس متصله جدا بالبلد ودايما بسافر. فلما بسافر دايما بما اني يعني خريجه فنون جميله وفنانه تشكيليه، بلاقي الاولاد منبهرين جدا بالخامات والادوات اللي معايا وبيحاولوا ان هم يعني ايه يجربوها وعايزين يتعلموا بيها وكده. ففكرت انه طب ما يلا نتعلم شويه شويه. لقيت الموضوع الفكره بالنسبه لي بتكبر، وبعدين الحمد لله لقيت الفكره ديت عند استاذ احمد صقر. احمد صقر هو صاحب فكره المهرجان. الدوره الاولى من المهرجان كانت للفنانين الشباب هو الهواه والمحترفين، جم رسموا على جدران احد الفنادق هنا فندق اشري نارتي وزينوا الجدران بلوحات. وبعدين من الدوره اللي بعدها بدات انا ابقى مسؤوله عن المهرجان. انا دايما بميل للاطفال، بحس ان هم ارض خصبه، اي بذره صالحه تتزرع فيها بتطرح طبعا، وسهل قوي تلاقي فيها نتيجه طبعا. من هنا بقى بدات فكره الورش وان هي تبقى حاجه للاطفال. احنا دي الدوره الخامسه من المهرجان. في الدوره بتاعت 2019 قبل الكورونا كنا واصلين ل 1200 طفل في نجوع ومحافظات، في نجوع وقرى اسوان المختلفه، ومنها كمان في اطفال اشتغلنا معاهم كانوا جست اجانب موجودين في الفنادق اللي موجوده هنا في قريه غرب سهيل. فدي كانت حاجه لطيفه جدا ان الاطفال يتواصلوا مع بعض ويبقى بيشوفوا اطفال من ثقافات مختلفه ويجمعهم الفن، مش محتاجين لغه، مش محتاجين اي حاجه ممكن يتواصلوا بيها غير بس الالوان والفرحه والبهجه اللي بيعملها الفن. ضحى يمكن معانا في بعض الصور اللي معانا على الهواء اهي، شايفين يعني قاعد معاكم بسنت نور بتتكلم مع الاطفال وهي كانت موجوده ومشاركه معاكم على ما اعتقد، وبرده متهيألي كان في اكتر من حد شارك معاكم. مين ابرز الناس اللي كانت موجوده معاكم وساهمت في المهرجان وكمان بيعملوا ايه؟ ايه دورهم بالظبط؟ طيب هي احنا عندنا ضيوف شرف للمهرجان، هم بسنت نور الدين وكفنان الكاريكاتير محمد توفيق، وجالنا مشاركه خاصه من زي ما حضرتك تفضلت من الاستاذ هيثم عبد ربه، طلب ان هو يكون موجود معنا في المهرجان، وانا
يعني صراحه حاسس ان دي فرصه كويسه قوي انه الاطفال يستفادوا من الفكره الجميله اللي هو عاملها. بس انا صديقه شخصيه ليا وكنا اتناقشنا قبل كده كذا مره في حبها، هي دايما بتصرح بحبها للنوبه والاطفال اسوان واسوان عموما. فكنت اتناقشت معاها مره في الافكار اللي دايما بتبقى عندي لتنميه الاطفال هناك، وهي رحبت جدا وقالت ان هي هتيجي بشكل تطوعي كامل، وان احنا نقدر نعمل الأنشطة اللي هي بتعملها دايما اللي هي التوعية الأثرية والتوعية التاريخية للأطفال، لأنه الأطفال فوجئت جدا الأطفال الموجودين هنا في أسوان منهم ناس ما راحوش أصلا المعبد، فهي زي ما ساعات بنلاقي أطفال مثلا موجودين في القاهرة ما راحوش الأهرامات أو ما راحوش المتحف أو كده. كان الهدف من الزيارة إن هي تشرح للولاد جمال الموقع اللي هم عايشين فيه وإزاي هو موقع ساحر بيجذب كل الناس من كل العالم، وتربطهم أكتر بتراثهم وبيئتهم وتخليهم مرتبطين بيها وبالتالي يحافظوا عليها وبالتالي يقدروا يستقبلوا اي حد حبيبها. طيب ضحى يمكن برضو عايزين نعرف المهرجان بيبقى مثلا ايامه قد ايه، والجدول بيبقى فيه ايه كورش؟ يعني الورشه مثلا بتبقى يوم او بتبقى اكتر من يوم، او ممكن الفنان بيقعد مع الاطفال بيديهم بيكلمهم ازاي عن الفن او بيقولهم ايه او بيعملوا اكتيفيتيز عامله ازاي؟ اوكي، احنا بدانا يوم 25 ونخلص بكره ان شاء الله يوم 31. النهارده خلصنا الورش، بكره عندنا معرض نتائج الورش كلها. بيبقى عندنا كل يوم من 8 ل 10 ورش شغالين بالتوازي، وفي ايام بيبقى علينا ضغط، فاحنا من اول امبارح اشتغلنا 18 ورشه في نفس الوقت في اماكن متعدده، اتحركنا في جزر مختلفه واماكن مختلفه مش بس غرب سهيل، رحنا جزيره اسوان ورحنا تنجار واشتغلنا في اماكن مختلفه. وبيكون الورش شغاله بالتوازي، كل الورش شغاله بارلل مع بعض، والاطفال بيتحركوا بين الورش لان عدد الاطفال بيبقى كبير، بنستقبل من 70 ل 120 طفل، وفي ايام البيك لما الولاد سمعوا ان احنا موجودين وصلنا لاكثر من 150. بنتحرك بقى، يعني مثلا كل ورشه شغاله بيبقى فيها 10 او 15 15 طفل، ويبداوا بعد كده يتحركوا يروحوا الورشه اللي بعدها وهكذا، بحيث ان الطفل الواحد ياخد مره واثنين وثلاثه فنون متنوعه، فيبقى قاعد مثلا اخذ مسرح واخذ رسم واخذ تصوير فوتوغرافي، يبقى تشبع بمختلف انواع الفنون اللي بتقدموها يعني. بالظبط. طيب يعني ضحى معلش برضو عايز اعرف منك، لو حد عايز يشترك معاكم يعمل ايه من الاطفال؟ احنا كنا منزلين ابلكيشنز على، عملنا بيج مستقله بقى للمهرجان السنه دي، كنا منزلين زي استماره الطفل بيملاها ويختار الايام اللي هو عايز يحضر فيها، وبينورنا مجانا طبعا تماما، وبيحضر بقى كل الورش، يعني بيختار بقى حاجه من الورش اللي هو حاببها وبيقدم فيها. وكان كمان في استماره للمتطوعين، اي حد حابب يتواجد في اسوان او هو متواجد بالفعل وعايش في اسوان يقدر يجي يشاركنا، ونبقى مبسوطين جدا طبعا بالعون او المساعده اللي مجانا كله. طبعا طبعا كلها بشكل كامل مجانا، وبتوزع على الاولاد طبعا سناك وحاجات زي كده برضو، عشان طبعا الجو هنا حر جدا، والمتطوعين صراحه يعني كتر خيرهم، هم جايين من كل المحافظات المصريه تقريبا، منهم ناس بقى مطروح ويعني والصعيد وطنطا، اماكن كتير قوي في اسكندريه، وفي ناس جايه لنا من تركيا، يعني في ناس مصريين مقيمين من تركيا جايين، وفي وفي ناس من فلسطين سمعوا عن المهرجان وكانوا متواجدين في القاهره راحوا سافروا على اسوان. فالحمد لله السنه دي في ناس كتير شدها الفكره. طيب ضحى برضو كنا عايزين نسالك، رد فعل الفن على الاطفال بيكون عامل ازاي؟ ورد فعل برضو اهاليهم لما بيشوفوا ان ابنهم مثلا بدا يرسم، بدا يغني، بدا يمثل، بدا يبقى فيه كده الفنان اللي جواه زي ما بنقول بيطلع، بيبقى رد فعلهم ايه؟ والله هو يعني بالنسبه للاهالي بيبقوا متفاجئين، رغم ان احنا ما بنبقاش متفاجئين، يعني احنا كناس دارسه يعني الفن وكده بنبقى عارفين جدا ان الاطفال اللي بالذات اللي في وسط الطبيعه دول بيبقى خيالهم خصب جدا، وبيبقوا مش محتاجين اي حاجه غير انك انت تديهم بس التولز وتقول لهم بنعمل ايه ازاي بس كده وتسيبهم. انما هم الاولاد طبعا طول الوقت هم ما شاء الله موهوبين في كل حاجه تقريبا، طول الوقت بيغنوا طول الوقت، يعني احنا معانا هنا اطفال من اللي غنوا في زياره الرئيس لما جه زار غرب السهيل، فالولاد طول الوقت قاعدين بيغنوا طول الوقت قاعدين بيرسموا طول الوقت قاعدين بيعملوا فن، فاحنا مش متفاجئين، واهاليهم هم اللي ممكن بيبقوا شايفين في وسط شقاوتهم هم طول النهار بينطوا في النيل ويجروا ويعملوا دوشه وشقاوه، بس يوم لما بيمسكوا ورقه وقلم او مثلا قله يلون عليها او دف اللي هو الطبله او الدف الاله الموسيقيه النوبيه يبدا يرسم عليها، بيطلعوا يعني حقيقي حاجات انتوا اكيد شايفينها في الصور، ولسه في طبعا صور ثانيه كتير احنا من كتر ضغط الشغل مش لاحقين حتى نبوست على السوشيال ميديا، بس ان شاء الله تباعا كده هنبدا ان شاء الله نشارك الصور الجميله اللي عندنا والفيديو ده ان شاء الله يا ضحى. باذن الله ضحى نورتينا جدا. العفو والله، شكرا جدا ليكم.
بالتوفيق ليك يا رب ولكل زمايلك. شكرا جدا ليكي. اكيد فكره محترمه جدا، وبالاخص كمان لما تكون يعني داخل النوبه وفي اسوان، يعني حاجه بجد تفرح جدا. وعلى فكره يا جماعه اللي ما راحش اسوان ما شافش حاجات كتيره جدا. يعني اسوان دي حقيقي بلد ساحره، النوبه جميله جدا، اهل النوبه الطيبين، اهل الجنوب بتوعنا اللي بنحبهم، اخواتنا اللي من اسوان ومن النوبه. عايز اقول لكم ان هناك حتى في النوبه بتروح تلاقي البيوت كلها ملونه كده وشكلها حلو ومرتب، والحياه جميله وناس اطيب من الطيبه ما فيش يعني زيهم، وكل حاجه حلوه. جزيره فيلة، جزيره النباتات، بتروح يزور بقى معظم الاماكن اللي هناك. عايز اقول لكم ان فعلا المشروع ده او المهرجان ده يستحق الدعم بشكل كبير، وبالاخص كمان لما يكون رايح للاطفال. يعني بالظبط كده يا فاروق. بالنسبه برضو لاهالينا في النوبه زي ما فاروق قال، مش بس الطيبه، هم عندهم كرم غير عادي جدا. انت بتبقى ماشي في الشارع مثلا، لو بتسال على مكان او تسال على محل او سوق معين، انت بتلاقي الناس مش بتدلك بس، هو ممكن يجي يوصلك، وغير كده لا تعالى اشرب شاي، وعادي جدا تعالى كل، وهو ما يعرفكش يعني، ما مش بيبقى عارفك خالص. والله يا بيبو بص انا معاك في اللي انت قلته جدا، لكن الحاجة الحلوة والناجحة بتظهر دايما بسهولة جدا الحمد لله على الساحة. طيب خلصنا معاكم الموضوع ده، هنتكلم معاكم بقى ايه بسرعة كده شويتين في موضوع تاني، يمكن البعض ممكن بياخدوا ايه في منطقة حلوة والبعض ممكن ياخدوا في منطقة تانية. البعض يقول لك ايه، انا بحب اروح الشغل عشان خاطر انا بحب المكان بتاعي وبحب زمايلي وبحب المديرين بتوعي، وانا ببقى مبسوط جدا بالشغلانة بتاعتي، باللمة كمان اللي في الشغل. عظمة عظمة. وفي البعض يقول لك ايه، انا بكره اليوم اللي بروح فيه الشغل. طب ليه يا عم الحاج؟ علشان خاطر انا بالنسبة لي عندي ممكن حد من زمايلي مش كويس، حد بيضايقني، حد بيأذيني، ممكن في بعض المديرين يمكن الصعبين شوية في التعامل مع الموظفين. وما اكثرهم وما اكثرهم. مش هنا. يعني دايما ايه، الواحد ممكن يبقى عنده بعض الحسابات الخاصه شويه اللي هي ايه تخليه يا اما يحب الحاجه دي بكلها على بعضها كده، يعني هي باكج على بعضها، او يا اما ما يكونش حاببها. الخبر ايه بقى يا عم بيبو اللي داخل في الموضوع ده؟ الخبر ان كان في طبعا ست فجاه كده صحابها او الشله اللي زمايلها في الشغل راحوا عزموا من بريطانيا. هي انجليزيه. مش من عندنا، مش من مصر. فاللي حصل ان صحابها لموا بعض وخرجوا مثلا يتعشوا سوا او خرجوا خروجه سوا، لكن ما حدش قال لها، وهي قررت انها ترفع دعوه ضدهم، وفعلا كسبتها، وكسبت من خلال الدعوه دي حوالي 74 الف جنيه استرليني. يعني كل ده عشان صحابها. شوفوا بقى احنا كم حد ما بياخدناش معاه، ولو مثلا قلنا في يوم من الايام هنرفع دعوه ضد الشله بتاعتنا عشان ما خدوناش معاهم. يبقى قابلني لو حد دفع جنيه. لا بس احنا هنا على طول ما شاء الله اعياد ميلاداتنا كلها كلنا موجودين. طبعا. وحتى لو مش كلنا موجودين فبرضه نسبتك من الشير بتبقى محفوظه. احنا عاملين جمعيات واقساط، يعني حاجه صعبه قوي. بصوا يعني هي خلي بالك هي حاجه برضه يعني هناك يمكن بتاثر فيهم بشكل كبير قوي، وبتاثر فينا برضه احنا كمان. بس يعني هي هناك ان تلاقي زمايلها في الشغل مثلا كلهم راحوا مكان معين، راحوا مناسبه معينه، وهي الوحيده اللي محدش عزمها. فهي هنا برضه شكلها اكيد الموضوع برضه ضايقها شويه. بالظبط. بس هي راحت رفعت قضيه وخدت فلوس والكلام ده. اكيد في مصر هنا الوضع يعني هيكون ليه اشكال مختلفه، هنتكلم معاكم بقى عنها بالتفصيل، لكن هنطلع بقى ايه لبريك كده صغير وفاصل ونرجع تاني معاكم، خليكم معانا. ولسه برضو مكملين معاكم موضوعنا، وهو الزمايل او صحاب الشغل اللي ممكن يخلوك كده مقبل على ان انت تشتغل او لا. يعني ساعات ممكن تلاقي الصحاب تبقى انت حابب ومتحمس جدا للشغل عشان رايح تقابل فاروق، رايح تقابل نوران، وراح تقابل شريف، وراح تقابل نوره، مع ان نوره برضو لما بتبقى ليه عايزه مني فلوس بتبقى مش سابني في حالي، المدينه كلها بتعرف ان نوره عايزه مني فلوس. ما انت اللي بتتاخر يا بيبي. بتتاخر مش ذنبي. يعني احنا الموضوع نسب الجنال يعني. لا دي رهيبه، دي رهيبه يعني. وساعتها احنا بنعمل ايه في اعياد ميلادنا؟ كلنا لازم نحتفل كلنا. اوكي. فضحنا كمان. فضحنا كمان اكتر من كده، طلع الفضايح اكتر. طيب لازم في اعياد ميلادنا كده نبقى بنعمل لبعض، كل واحد يتعمل له عيد ميلاد. فمره كده من المرات استاذه نوره راحت ما شاء الله عليها دفعت لي حساب الاكل، وانا قلت لها خلاص يا نوره عشان معيش كاش هديكي بقى
هديكي بكره. بكره ده ما جاش عندي لان احنا ما كناش بنتقابل. اه اللي هو شهرين كان بتاع الامن بقى هنا في المدينه. عارف بقى استاذ احمد فين ال100 جنيه بتاعت الزوره؟ في فوائد عليها خلي بالك. ها طيب نرجع تاني يا جماعه للموضوع اللي احنا طلعنا براه ده للزملاء يعني ده للزملاء. انت ما ينفعش ليك هوا تاني. انت ما ينفعش ما يبقاش بقى كفوله حتى. طيب بصوا يا جماعه يمكن يعني هي السيده اللي هي من بريطانيا يعني اللي هي عندها 51 سنه هي حست ان ده تمييز ان هي كل اصحابها وكل الناس راحوا مكان معين وهي لا يعني ما راحتش المكان ده. ممكن هي راحت رفع قضيه وكسبت 74000 جنيه استرليني. بص بقى يعني هنا برضو الموضوع حلو. انا حاسس دماغك بتلعب. لا بتلعب جاي حاسس. بس ده هنا يعني بقول لك نوره بتدور على 100 جنيه يعني مش هنعرف يعني ناخد منها حاجه. انسى بقى خالص يعني. وهنا ايه هتاخد مج معاها ولا ايه الموضوع؟ فهي حست ان هي ده نوع من انواع التمييز ما بين حد يعني ممكن هي حاسه ان هم اصدقائها مش زملائها والكلام ده. فده برضو ينطبق على حياتنا اللي هي الذكوريه شويه في اطار العمل. يمكن بعض الرجال وبالاخص يعني الدراسه قالت ايه؟ قالت ان هي المهام يعني يمكن الخاصه شويه بالراجل لما ما يكونش معزوم على حاجه معينه مع اصحابه او مع زمايله في الشغل بيحس هنا شويه يعني ان هو متضايق. بتحز في نفسيته. بيحس ان هو لا مش مبسوط. ان كل زمايله راحوا المكان ده وهو ما اتعزمش على المكان ده برضه هو كمان او لما توجهتوش دعوه. فهنا ممكن بعض الناس بياخدوها بنوع من انواع الكرامه شويه طبعا وبيحس ان هو لا يعني متضايق. مش عارف انت شايف ده صح ولا غلط؟ لا هو كل واحد حر. ما هو افرض انا مثلا رخم وقعدتي مش حلوه فالناس مش عايزه ويعملوا جروب لوحدهم على الواتساب. حركات غريبه. يعني نبقى كلنا في جروب يعني. يبقى كلنا كده كلنا في جروب وهو يروحوا عاملين جروب تاني من غيره ويروحوا وفجاه يلاقي الصور بقى وحاجات كده بتنزل في الخروج اللي هو ما جاش فيها. فطبعا حاجه طبعا تقهر يعني. بس هل ده صح في الشغل يعني يكون البعض يعني اصحاب بشكل كبير وفي تعمق شويه ولا هنا لا عادي احنا زملاء كلنا مع بعض يعني عادي حد يبقى قريب من حد تاني حد مش قريب منه؟ انت قصدك مثلا لو مثلا الصاحب ده هيبقى صاحبي ولا زميل بس زميل شغل بس؟ لا انا بشوف مش دايما ده صح ان الزميل ده يتحول لصاحب ويبقى ولا اطار العمل نفسه هو اللي بيختلف من مهنه لاخرى؟ وبرده اطار العمل طبعا يعني عندك الاطار اللي احنا فيه. يا ابني عايز اتكلم معاك جد شويه. يا ابني عايز مني ايه يا ابني؟ حرام عليك. والله بتكلم بجد اهو. ايوه بتكلم بجد يعني. شايف ان معظم المهن تنفع تطلع منها باصدقاء ولا لا يعني؟ لا مش كلها. لا زمايل بس؟ لا طبعا. لا في ناس مثلا انا مش لازم احط لهم حدود لان انا مش عارف مثلا لو بقينا اصحاب هيبقى الموضوع عامل ازاي؟ او هو برضه ممكن يكون بيحط لنفسه حدود هو مش عايزني اخش بقى في تعمق في حياته اكتر من كده. فخلاص بيبقى كل واحد حر بقى في الحته دي في الجزئيه دي. طيب بيقول لك بقى ايه لو هنا لقيت مثلا ممكن حد من زمايلك حد مش على هواك حد ممكن شايف ان هو مؤذي شويه حد يعني ما فيش بينك وبينه توافق بشكل كبير تعمل ايه؟ تتجنب الشخص ده ازاي؟ قال لك بعض العوامل كده تعملها مع الشخص اللي ممكن بيسبب ليك بعض المشاكل في العمل. قال لك اول حاجه ايه؟ اي انسان او اي زميل يستفزك حاول بقدر الامكان انك ما تتكلمش معاه كتير. يعني تتجنبه تلاشاه ما تتكلمش معاه كتير وتتفاداه يعني. وبرده حاول دايما تخلي الجزئيه اللي ما بينك وما بينه تكون في اطار محدود جدا وما تدخلش كمان حد تالت. يعني عارفين انتوا ايه؟ روح وصل لفلان مثلا كذا كذا كذا. فهنا ممكن الشخص ده يعني يفهم او يعني يتخيل ان انت بتتكبر عليه مثلا. بالزبط. ان انت مثلا بتعمل فيه مشكله فالشخص ده يعرف ليه وما واجهتهوش ورحت اتكلمت مع ناس تانية مثلا يعني. فدي من ضمن الحاجات. ايه الحاجات التانية اللي معانا؟ لا بس عارف برضو انا بلاقي ان في شغلانات لازم يكون الناس اللي فيها بجد قريبين من بعض. لازم يكونوا حاسين ببعض بحاجات كتير ولازم كمان يبقوا عارفين بعض اكتر عشان يعرفوا يطلعوا انتاج سواء كنت في شركه او سواء كنت بتعمل اي حاجه. فلازم الصحاب اللي حواليك يكونوا متعاونين جدا. بالعكس مش ان انا لا عايز افوز بالكريدت ليا او ان انا عايز اعمل حاجه انا بس اللي اكون قدام المدير بتاعي انا اللي بعملها ومحدش تاني حلو غير انا اللي حلو في الشركه. انا بس اللي حلو. طيب معانا هنادي على تليفوني. هنادي يا خاروق ازيك؟ ازيك يا هنادي اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله كويس؟ كله زي الفل. قول لنا يا هنادي بقى يعني شايفه الدراسه دي ازاي؟ يعني هل ممكن تزعلي لو حد من اصحابك او زمايلك في الشغل خرجوا خروجه معينه او راحوا مكان معين وما قالولكيش على الموضوع ده
فترفع عليها قضيه؟ اه انا بحس ان هي ارفع عليهم قضيه مش عارفه، بس اكيد هتضايق يعني. ما هو لو تضايق ليه طيب؟ يعني ما هو شغل في الاخر يعني. يعني اشمعنى انا يعني بنت البطه السود اللي ما اتعدمتش في الخروج مع انه كلهم خرجوا يعني؟ طب ما هو خطيب قال برضه حاجه مهمه قوي يعني. خطيب برضه قال حاجه ايه؟ قال ما هو مش كل الناس ممكن تكون متوافقه مع بعضها. ولا ده روتين يعني، دي حاجه يعني من الذوق ان الكل يبقى عارف او الكل يبقى حاضر؟ بص هو لا، هو مفيش حاجه تجبرهم ان هم يقولوا لها، بس هي الواحد يبقى لازم لو هي يعني على زي ما انتم بتقولوا، هي كل الناس خرجت الا هي، وكل الناس اتعزمت الا هي، ف يعني ده معناه ايه يعني؟ ده اكيد ليه معنى معين. فهي طبيعي ان هي تزعل. ولو البلد اللي هي قاعده فيها تسمح لها ان هي هتاخد فلوس مثلا او ترفع قضيه تاخد تعويض، خلاص بقى تعملها خلاص. للدرجه يعني هي. انا عايز بس اعرف حاجه يا هنادي، معلش انت اسمك حلو يعني، هنا دي اسمك حلو. فعايز اعرف حاجه، انت دلوقتي لو بتظبطي خروجه او بتظبطي مثلا ان انتوا تخرجوا مع اصحابكم في الشغل، وفي حد منهم مزعج فانتوا مش عايزينه معاكم، في حد فيهم ايه مزعج يعني، حد من الجروب بتاع الشغل ده انتوا مش حابين يكون هو موجود، زي الست عين اللي اتنبذت دي في الشغل بتاعها، انت هتعملي ايه؟ هتتصرفي ازاي في الموضوع ده؟ ممكن على الاقل اقول قدامه ان احنا خارجين مثلا كلنا، بحس ان هو يبقى عارف بس مش متضايق يعني. هحاول يعني اخد اللي هو انت وجودك تحصيل حاصل، احنا مش هنتك عليك، عايز تيجي تعالى، مش عايز تيجي ده احسن لينا. يعني بالظبط، حتى عرض عليه كده عرض خفيف يعني، ممكن ما امسكش فيه قوي بس عرض عليه بحس ان هو متضايق. طب هل انت بينك وبين نفسك مش ممكن تقولي ايه يعني؟ طب كويس ان ده حصل مثلا، ان انا عرفت ان هو مين قريب مين بعيد والكلام ده، وتبتدي تاخدي مسار تاني خالص يعني، تراجع بقى حساباتك شويه. لو هي دي حاجه بقى يعني، لو اللي بينظم الخروجه دي شايف ان الشخص ده مزعج واضطر خلاص ان هو هيجنبه ومش هيخليه يخرج معاهم، بقيه الناس كلها هتحس ان الشخص ده مزعج وتحكم عليه من غير ما هو يعرف، وتتاكد ان هو مزعج فعلا او مش مزعج. فانت كده يعني بوظت مثلا سمعته هو، وممكن تكون انت حكمك غلط يعني. بالظبط، بالذات ان برضو احنا ممكن يكون مشاعرنا هي اللي بتسوق افعالنا في حاجات كتير. طيب انت مثلا لو عندك حد مزعج في الشغل هتتعاملي معاه ازاي؟ حد بيضايقك، حد بسببه مثلا انت مش عايزه تنزلي الشغل عشان الشخص ده موجود في الشغل، انت بتتعاملي مع الشغل ازاي؟ بتتعاملي في شغلك ازاي معاه؟ ايوه ساعات كتير بتحصل فعلا يكون في حد مزعج في الشغل، والواحد بيضطر يروح الشغل عشان خاطر خلاص هو ده شغله اللي هو المفروض يعمله. بيحاول بقى يخلي التعاملات بتاعته في ادي الحدود كلها. طب في شغلك حاليا يا هنادي، شغلك حاليا في حد مزعج؟ يعني معلش احنا ممكن نقول اسمه اللي هو زي زمان كده صاد لام، ف كده يعني نقول حروف كده، ما حدش هيقول. بلاش، لا بلاش نفك بقى يا خفيف بقى، واضح بقى المزعجة في الشغل ولا ايه؟ ماشي يا هنادي، شكرا جدا ليكي، نورتينا جدا. مش هجيبها بره انت برضه. ها؟ مش هجيبها بره انت. بحاول استقطب. استقطب ايه؟ انت بتولع الدنيا، انت بتولع الدنيا. معاك كبريت وبتصدق. بخرج الناس الطاقة اللي جواك. لا الطاقة اللي جوا الناس. طيب بصوا، يمكن برضو احنا مش بنشوف الحاجات الايجابيه اللي المفروض احنا بنشتغل يعني عليها جوانا برضو، واحنا بنشتغل ليه في الاخر برضو يعني؟ العمل ده ليه؟ كل واحد فينا بيروح وظيفه معينه هو حاببها ومش حاببها، وفي الاخر خالص علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر اخر الشهر ياخد مرتب. ده طبيعي يعني. كملتوش. ده طبيعي. ده طبيعي. فايه، فالفكره في الموضوع ان انت بتحاول تشوف مستقبلك يعني، وبتحاول تشوف برضو الحاجه المتوافقة معاك دلوقتي وتمشيها. فليه بتفكر بقى في العوامل الحاجات التانية اللي حواليها؟ يعني انت كل يهمك ايه؟ انك تنتج كويس، تعمل شغل كويس. بالظبط. لو في عندك تدرج وظيفي الحمد لله يعني، ربنا يكرمك بيه، وكمان تقبض. ده الاهم، علشان خاطر يعني حياتك بقى وبيتك. أيوة والكلام ده كله. هو قاعد وقت طويل او هي قاعده وقت طويل في المكان او المنشاه اللي هم شغالين فيها ده، فبرضه الوقت ده لازم يكون وقت كويس على الاقل، او وقت فيه نسبه من العدل برضه في مشاعر، في راحه نفسيه في الاخر. هل الصح ان في الشغل الواحد يحط مشاعره في الموضوع؟ ولا هنا زي ما في بعض المديرين بيقولوا ان لا، ان في العمل ما فيش حاجه اسمها مشاعر، ان هو الشغل شغل ما فيهوش بقى لا عاطفه ولا في ان انا يعني ممكن اليوم ده عادي معاك اليوم ده مش عادي، شايفه ازاي؟ لا انا شايف ان طبعا فكره المشاعر في الشغل دي خاطئه يعني. انا مثلا اكون عشان فاروق المدير بتاعي مثلا، فاحنا فبيحبني، فلما هطلب اجازات كتير فهيديني عشان بس هو بيحبني، فانا كده اثر على الشغل،
فلا شايف ان ما ينفعش يكون في مشاعر في الشغل خالص. الشغل شغل والصداقه صداقه والعلاقات بره الشغل حاجه ثانيه خالص. امريكاني وانجليزي يعني؟ ايوه بالظبط هو كده. طيب بصوا كمان قالوا ان الدراسه دي اتعملت على حوالي 2000 موظف يعني واكثر من 250 مدير. اغلبيتهم ممكن بيستقيلوا بسرعه لو حسوا بعدم التقدير في الجزئيه دي. يعني شوفوا الموضوع وصل لقد ايه، ان النسبه حوالي 43% منهم بيستقيلوا من شغلهم علشان خاطر حسوا ان هو لا مش متقدرين، ان هو حد اتعزم على حاجه معينه، المناسبه الخاصه بالعمل بتاعته محدش وجه له دعوه، اصحابه راحوا خرجوا اكلوا فراخ ما جابولوش حاجه، فبرضه حسوا ان هو متضايق شويه. هي معظم الحاجات كلها خاصه بكرامه الراجل شويه والتقدير. بس لو احنا قعدنا نفكر بالطريقه دي عمرنا ما هنشتغل. لو قعدنا نفكر ان احنا لو رحنا كل مكان مش على هوانا ومش كل مكان مش جاي زي ما انا عايز بالظبط، طب ما انا هشتغل ازاي؟ ما فيش حد بيشتغل من غير ضغوطات. يعني الضغوطات في الحياه موجوده، بس الضغوطات بتختلف من 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 مكان لمكان. انت بقى عليك ان انت ازاي تتفاعل معاها وازاي كمان تتعامل معاها، ده مهم جدا. ده طبعا يا فاروق مهم جدا، والعمل وبيئته مهمه جدا، والصحاب في العمل مهمين جدا، ان احنا مش ننقيهم بس، هو احنا هناخد الشغل زي ما هو كده بقى بالحلو والوحش اللي فيه. ولازم بقى نبقى تفكيرنا زي ما انت بتقول يا فاروق في ان احنا ننتج اكتر او ان احنا نطلع انتاج اكتر، ويبقى تفكيرنا في الشغل بس، ونخلي المشاعر بنسبه قليله او نشيلها خالص. انا ده رايي المتواضع طبعا. لكن دلوقتي طبعا موضوعنا خلص، وخلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نستقبل المخرج والمصور حسين عرارة. بصوا شعار مفيش مستحيل فعلا حقيقه. دايما بنقول كلام يمكن البعض ياخده ان هو شعارات وخلاص، ان هي حاجه مش واقعيه، حاجه مش حقيقيه، هو كلام. لكن لما بنشوف عندنا ابطال ونماذج فعلا يعني بيعملوا اشياء احنا لا نتوقعها تماما، بنقول فعلا مفيش مستحيل. ما شاء الله مصر دايما ولاده بنماذج يعني كلها موهوبه ودايما عندها الاصرار والعزيمه، ومش بيقول اصل انا ممكن ابقى فاقد مثلا حاسه البصر، مش هقدر اعمل الحكايه دي، مش هقدر مثلا اكون شاعر، اكون كاتب، اكون مغني، اكون مخرج وكمان مصور. النهارده معانا نموذج فعلا لشاب رائع جدا، موهوب، طموح جدا، من حبايبنا بقى واخواتنا اللي في الجنوب، يعني كل اخواتنا كده الصعايده الحلوين. وزي ما كنا بنتكلم على اسوان واهل اسوان، النهارده منورنا حسين عرابي اللي قدر ان هو ما شاء الله بموهبته يعمل كل حاجه، وقال مفيش مستحيل. ازيك يا حسين؟ اهلا بيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. منورنا جدا وشرفتنا. ماشي، ربنا يخليك، شكرا جدا. حسين انت منورنا، وبجد احنا فخورين جدا ان انت موجود، وطريقتك كمان وطلتك كده وكاريزمتك ما شاء الله عليك. بس عايز اعرف منك ونعرف كمان الساده المشاهدين، موضوع التصوير بدأ معاك ازاي؟ وايه اللي جاب فكرة التصوير ان انت تاخدها بقى كهواية وتبدأ تشتغل فيها؟ هي مش هواية يعني، هي فرضت عليا في الاول. هقولك انا اولا بدرس في كلية اعلام انجليش جامعة القاهرة في سنة رابعة، خلاص خريج الا شهر تقريبا، خليها اسبوعين عشان بنحاول نقلل الوقت الدقة عشان الدقة يعني عشان عايز اخلص 19 يوم بالظبط، اللي هو النهاردة 30، فاللي هو يعني فاضل كام يوم كده ان شاء الله على خير. وكمان ربنا يخليك، ميرسي. وكمان درست صحافه وتلفزيون في جامعه الينوي في امريكا. لسه راجع، كنت شهر 12 اللي فات، عشان كده شعر طويل زي ما قلت لك قبل الهواء. انتوا بقى عاملين الموضه بقى، ها يعني خطيب في حته وانت مو صلاح بقى. بالظبط. ها اتفضل. انا بدات تصوير، بص انا في الترم الاول، في الترم الثاني في سنه اولى. اولا انا كنت اول فيجوال امبيرد في الكليه في السكشن بتاع الانجليش، فكان بقى ايه، احنا القسم عندنا كله فيديو وكله تصوير ومش عارف ايه وكده. فانا كان الموضوع بالنسبه لهم وبالنسبه لي برضه يعني غريب، اللي هو ايه ده،
فيجوال امبيرد عندنا، طب هنتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل مع الدنيا ايه؟ اخبار البروجكتس وبتاع ومش عارف ايه وكده. في البدايه كان الموضوع بالنسبه لي يا هتشتغل او ما يعني يعرف اعمل حاجه، يا اما خلاص هفيل الحاجه دي لان مش هعرف اجيب فيها جريدز. او انتوا عارفين بقى احنا ماس كوميونيكيشن احنا دحيحه، فاللي هو لا يا جماعه احنا بتوع شغل. انا كنت تالت على الجمهوريه في ثانويه عامه، فاللي هو ادخل الكليه واجيب 2 جي بي اي، فمش هينفع مش هينفع تقل في التقدير بتاعك، هيبقى شكلي وحش يا جماعه يعني على الاقل المنظر العام يعني. فاللي هو ايه، لا لازم اتعلم وبتاع. فالترم الثاني في سنه اولى بابايا يقعد عند حد من المصورين، هو اصلا بيعمل بيصور بي يعني بيعلم تصوير وكده كويس. فبدات الموضوع عنده بشكل كده اللي هو على هادي كده، زي ما بيقولوا على هادي بالراحه كده حبه حبه. اول ما دخلت بقى الترم الاول كليه السنه الثانيه، لقيت ثلاث كورسز كده في وشي. فوتو جورناليزم مع الاستاذ حسام دياب مصور كبير يعني، ولقيت فيديو برودكشن مع دكتور بسنت مراد في الكليه عندنا تمام، ولقيت رايتنج فور تي في مع دكتور مني عبد الحميد. اللي هو بص بقى يعني ثلاث مواد و 300 درجه، فاللي هو يعني كتير يا جماعه. فالحلو في الموضوع ان انا كنت يعني ان انا يعني الناس هناك كانت حابه الفكره ان انا داخل وعايز اعمل حاجه. فالاقي مثلا استاذ حسام يقابلني مثلا يعني في الليكتشر، فيجي اجرب حاجه يقول يا جماعه انا هنظبط مش عارف ايه ابيرتشر، هنظبط اي اس او، مش عارف هنعمل ايه شاتر سبيد، هنعمل ايه، فيعمل ايه يا حسين تعالى يلا نجرب تمام في الليكتشر نفسها، في جوه الليكتشر. فمش بس يعني مش بس من باخد الموضوع بشكل نظري، لا هم حابين قوي ان هم يجربوا معايا وكده. بقيت ادخل السكشنز في الكليه، نخلص سكشن من هنا والاقي التي ايز ايه الاخبار، ندخل الكنترول روم نشوف الديفايسز، نشوف الاجهزه عامله ازاي، نعمل نشوف ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. يعني في الاول كان الموضوع ايه بسيط شويه، بس ايه بنشوف الحاجات يعني، ما حدش يعني الناس حابه فكره ان انا عايزه اجرب وعايزه توريني الحاجات يعني الموضوع كان لطيف متقبلين بشكل عملي اكتر يعني تمام. يعني يفهموك وفي نفس الوقت برضه يوجهوك بشكل عملي. بالظبط، وبحيث ان انا مش هبقى ليفت اوت يعني، مش هبقى كده خلاص الناس كلها قاعده بتعمل عملي وانا قاعد ما بعملش حاجه يعني. لا نشتغل نظري وعمل الاثنين بالظبط، نشتغل ونعمل حاجات، ولو في حاجه نعيدها، ولو في مثلا مشكله في حته ما فهمتهاش تمام، لو في حاجه ممكن نجربها عملي. بعد كده بقى رحت سنه ثالثه، بدات اشتغل يعني مور بروفيشنال اكتر بقى في بروجكتس وبتاع وكده يعني. ولما سافرت امريكا كان الموضوع فارق معايا جدا. اول ما سافرت امريكا بعد ما سافرت باول اسبوع. سافرت ازاي اصلا؟ يعني ايه اللي خلاك تسافر امريكا؟ هو انا ستودنت في اتش اي اي هاير اديوكيشن انيشيتيف بابليك يونيفرسيتي سكولرشيب بالعربي بقى. ايه ده؟ مبادره التعليم العالي للجامعات الحكوميه، هي سكولرشيب مموله من المعونه الامريكيه للستودنتس يعني اللي بيجيبوا يعني هاي سكولز في الثانويه العامه وبيدخلوا بقى بياخدوا 4 سنين زي منحه يعني. سكولرشيب منحه تمام. فالمفروض في سمستر ابرود ان احنا بنسافر سمستر بره في امريكا نتعلم وندرس هناك. انا يعني تو بي اونست في الاول ما كنتش جوه السلكشن، كان الموضوع فيه له علاقه شويه بالاكسبيليتي والاكزامز مثلا اللي بناخدها، في مشكله في الاكسبيليتي ومش عارف ايه وتمام وكده. لكن بعد كده قال لك لا ما ينفعش ما تبقاش في السلكشن، احنا ندخلك في السلكشن ونشوف نعمل نشوف الدنيا عامله ازاي ونسافر، نسافرك في جامعه ممكن تكون تنفع معاك ومع الاكسبيليتي بتاعتك. فجي حظي بقى في جامعه هي الجامعه الاولى في العالم في الاكسبيليتي، يعني جامعه الينوي كانت الجامعه الاولى في الاكسبيليتي في الجامعه في العالم، الينوي UIUC الينوي اربانا شامبين. الموضوع فرق معايا بقى اول ما دخلت، كان حظي يعني مش فاهم هو حظ ولا ايه بالظبط، ولا يعني حظي حلو ولا وحش، بس اول ما دخلت كان عندي كورس تلفزيون، لقيت الدكتور بيقول لي تصور ان انت اول ستودنت عنده فيجوال امبيرمنت يدخل معايا، يا دي النيله هو انا في امريكا. بس خلي بالك برضه، ما احنا لازم نتكلم بوضوح برضه يا حسين، يعني احنا لا يعني انت راجل حاله كده يعني لازم تتدرس انت فعلا الاصرار بتاعك، وانك من الاخر يعني اقول لك على حاجه بالبلدي، انا لو ما اعرفش انا هقول انت يعني الدنيا عاديه جدا مفيش مشكله عندك تمام. ما هو ده عشان انا بتعامل في حياتي كلها كده يعني. انا ما حدش في الحياه بيعملني يعني فيجوال امبيرد، عيلتي ما فيهاش غيري، انا فيجوال امبيرد الوحيد، فمتدلع بقى يعني كده.
اكيد دلع يعني. يعني اللي حواليا كلهم انا ما عنديش حد، ما اعرفش في الوسط بتاعي، ما اعرفش ناس كتير عندهم فيجوال امبيرمنت. فبقيت بقى احاول ان حتى انا اساعد الناس التانيه، اللي هو طب يا جماعه ايه، ما يلا اعملوا نعمل حاجه وبروجكتس وبتاع. فالفكره ان انا حياتي والحياه اللي انا عايشها ما فيهاش حاجه تدل على ان انا فيجوال امبيرمنت، غير ان انا فيجوال امبيرمنت. يعني هو يعني الحاجه الوحيده اللي بتدل على الموضوع هي تقارير الدكاتره. يعني اي حاجه غير كده لا، لا استحاله. يعني انا ما فيش حاجه في حياتي كده. يعني ما قشطه، انا كنت عايز اعمل سكاي دايفنج في امريكا. تسكر والله العظيم. مرزي ربنا يخليك. كنت عايز اعمل سكاي دايفنج في امريكا، وجيت اخد ابروفل، لقيت مستر الاوفيسر هنا في مصر اللي بيقول لك ايه، عايزينك ترجع سليم. طيب حسين، كنت عايز اسالك سؤال برضو تاني. ايه اللي خلاك برضو تتجه ان انت تدرس اعلام واذاعه وتلفزيون؟ والمجال ده برضو مجال بيبقى محتاج شغل كتير. انت باين عليك ما شاء الله انت بتحب التحدي، وبتحب ان انت يبقى قدامك كده تاسك او ميشن زي ما بيقولوا، وتبقى انت كمان مش بس بتعديها، انت كمان بتبقى اعلى واحد فيها. انا في 2008 عملت اول انترفيو معايا ليا في جريده كبيره جدا في مصر. كنت ساعتها عايزه اطلع ماس كوميونيكيتر. ما كنتش اعرف بقى التاسكات والاساينمنتس والديدلاينز والحاجات. كنتش اعرف حاجه الكوارث اللي بتاع. فاكر بقى ان الماس كوميونيكيتر ده واحد بيمسك مايكروفون ويقعد يتكلم وخلاص بقى وما فيش حاجه. اول ما دخلت، قبل ما ادخل الكليه، وانا دخلت اول اتش اي اي اتقابلت في السكولرشيب. بعدين الكليه انا الحمد لله كان مجموعي كبير، فدخلت الكليه، فانا ما ينفعش اصلا ادخل عربي. يعني احنا السكولرشيب ما بتديناش غير الانجليش سيكشنز بتاعت في الجامعات. فانا اللي هو لا، مش هدخل عربي، الانجليش سيكشن يعني الفيز بتاعته كتيره وكده، فمحدش يمكن تقريبا الفيجوال امبيرنت دخل قبل كده. فانا دخلت اللي هو ايه ده، يعني الموضوع في الاول كان صدفه، وانا حسيت صراحه ان ربنا بيوجه لي رساله، اللي هو انا ايه اللي جابني هنا؟ انا اكيد ربنا جابني هنا لسبب، في حاجه ورا الموضوع ده بتوجهك. صح بالظبط. يعني انا ما جيتش هنا بمزاجي، انا جيت هنا بمزاجي ان انا دخلت الكليه، بس ما دخلتش السكشن بمزاجي. انا ما اعرفش ان انا ممكن ادخل السكشن هنا. لما دخلت وتعلمت الحاجات، انا ما كنتش اعرف ان انا هلاقي الحاجات دي جوه. يعني لما سافرت امريكا ولقيت الحاجات هناك، كنا بنطلع على الهوا، ما كنتش اعرف ان انا هسافر امريكا، ولا كنت اعرف ان انا هعمل الحاجات دي. فاللي هو انا ليه ربنا خلاني اعمل كده؟ يعني ليه ربنا مثلا خلاني اعمل ادخل اشوف، طب انا ممكن اعمل اديتنج فيديو اديتنج ولا لا؟ طب انا ممكن، هل في السنين الجايه ممكن بعد كده اعرف اعمل كده ولا لا؟ هل ممكن استخدم ايه التكنولوجيز اللي ممكن استخدمها؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها؟ فحسيت الموضوع لا، يعني دي حاجه من عند ربنا، ده مش بايدي خالص. يعني انا مش شطاره مني ولا حاجه، لا دي حاجه ربنا هو اللي عايزني اعمل كده، ربنا هو اللي عايزني اكمل. هو عارف يا حسين ان انت لو اتحطيت في المكان ده اكيد هتبقى مؤثر، واكيد هتبقى عارف تنجح فيه وعارف تثبت نفسك فيه. بالظبط، انا حسيت كده الصراحه برضه. يعني انا حسيت لا، يعني هو مش ده مش انا، ده ربنا، ده ربنا عايزنا ندور في ده، عاوزني انا. يعني انا تواصلت مع شركات كبيره جدا في العالم، اللي هو طب يا جماعه محتاجين نعمل كذا، وفي بروجكتس كذا، وانا ان شاء الله هعمل بروجكت بتاعي ماسترز يعني في حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. ان هاو بيبل ديسابيليتي ممكن يعملوا فيديو، يعني فيديو اديتنج ويوزنج الاي اي ارتفيشال انتليجنس والبيكتشر اناليسيس والفيديو اناليسيس والحاجات دي. فاني انا حاسس ان دي حاجه من ربنا. انا ربنا بيخليني ادخل في حاجات عشان هو عاوز كده. يمكن يبقى في حاجه جديده تطلع يعني ليها علاقه بالموضوع ده. قول لي يا حسين، انت عندك قد ايه؟ 22 سنه؟ 22 سنه ما شاء الله. الا شهرين. الا شهرين. يعني لو شهرين هتخرج فيهم. قول لي يعني بقى. بص يعني انا شايف ستريس قوي على موضوع شهرين اتخرج فيهم ده، عشان ما حدش يرجع في كلامه ويرجعوني كده. لا ان شاء الله. فاضل 19 يوم يا جماعه، يعني المستقبل جاي يا رب ليك، كله العمر كله ليك يا رب يا حسين. ربنا يخليك. قول لي ايه موضوع المجله اللي معاك دي؟ يعني شايفين في مجله حلوه كده ومعموله بشكل مختلف وبطريقه مختلفه، وحاجه فعلا يعني تستحق ان احنا لازم نقف عندها. بص، قبل ما اتكلم على المجله، عايز اقول لك انا الفكره جت ازاي قدامي في المجله دي اصلا. انا كنت السنه اللي فاتت في بروجكت، هو بروجكت كان في يعني نيوز بيبر اوتلتس، او مش فاكر اسمه ايه الصراحه. كان ليه علاقه بان احنا بنعمل النيوز بيبرز وكده. تمام. فالدكتور كان محتار، اللي هو يا جماعه ده انديفيدوال بروجكت، طب انت هتعمل نيوز بيبر ازاي يا عم؟ يعني هتعمل ازاي نيوز بيبر ولا ماجازين ولا بتاع؟ ايوه. فقال لي انت بتعرف تعمل حاجات برايل؟ قلت له قال طب انا عايز حاجات كده برايل لطيفه كده سهله، بحيث ان يعني نقعد نقراها، مجله علميه بتتكلم عن قصص الاطفال مش عارف ايه. الكلام ده مش بتاعي، انا عايز اعمل حاجه ثانيه.
يعني عملت ايه بقى؟ انت يعني انا ما مش بتاع الكلام ده، قصه اطفال ايه؟ انا حد هيقرا الكلام ده؟ اه يعني مش هي ليها ناسها يعني. يعني خلينا في ناس تانية ممكن تعمل الحاجات دي مش انا يعني. تمام. فقلت طب يا جماعه انا ممكن اعمل حاجه تانية. لقيت ان في برينتر هي بتطبع صور للبيبل ديسابيلتي. كويس. قلت بقى ليه ما استخدمش ده بشكل مختلف؟ بس انا يعني هوريك الحاجات دي بس بعد اقول يعني. يعني كبرنتر هو بيعمل التريت هو بيطبع يعني. صور، هو ممكن يطبع صور للفيجوال امبيرمنت، بيبل اوف فيجوال امبيرمنت يعني. فقلت ليه ما استخدمش البتاع ده؟ انا بعرف اصور تمام؟ وعندي حد ديزاينر يعني، اصحابي كتير الصراحه. تمام. ممكن حد يديزاين معايا. يخدمك وعندي مش عارف اعمل ايه وبعمل ايه، طب ما انا ليه ما اعملش ده بحاجه ليها علاقه بالجورناليزم؟ ليه ما اعملش مجله انزل اصور الحاجات بتاعتي؟ فعلا سافرت كذا محافظه. تمام. ويعني اتش اي الصراحه يعني انا بعمل بروجكت بتاعي مثلا، البروجكت ممكن يعدي اكبر ميزانيه فيلم مثلا. ما شاء الله. فاللي هو انا قشطه، الميزانيه اللي انا عاوزها باخدها يعني. كويس. فيعني بصي بيدعموك كويس. شفت شكل البتاع من بره يعني اصلا. ايوه ايوه، لكن مش عيلتك بس اللي بتدعمك ومدلعاك الكلام. لا يعني بس حاجه زي كده. فقلت طب انا ما انزل اعمل اشوف ايفنتات وبتاع، وانزل اصور حاجات واخد الصور دي واحطها في مجله بحيث الناس تعرف تقراها كلها مع بعض. ولقيت ان في قطعه من يعني في اذر بوينت في الـ في الـ في الـ في الـ في البرينتر دي، ممكن ان انا اخلي البريل والكتابه العاديه وكتاب البريل الاثنين في نفس الوقت ان باراليل مع بعض في نفس الورقه. بس انا طبعا ما عملتش ده لان هي مش موجوده هنا يعني. فهي موجوده في امريكا، فليه ما اعملش الحاجات زي كده؟ وممكن يبقى في يوم من الايام الناس كلها تقرا في حاجه واحده، مش يعني مش انا ابقى حد عنده برايل يقرا لوحده وحد ما عندوش برايل يقرا لوحده ومش عارف ايه. تبقى المجله او الجورنال بتاع اي حد. بالظبط، كل الناس تقرا لحاجه واحده. حتى البرنتد مش بس يعني احنا تمام الاونلاين قشطه اوكي تمام، بس حتى البرنتد نعمل ده معايا. مش عارف انتوا شايفين ده في الكاميرا ولا لا. شايفينه وعرضناه كمان معانا من الصور. على الهوا ده الكفر. طبعا $15 ده يا جماعه ما بعتش حاجه، ده لازم نكتب كده. يعني شحاتي كده يعني. ده متاح في مصر هنا دلوقتي؟ لا انا ما بعتهاش، انا دي هي مكتوب عليها $15 عشان هي يعني حاجه سيميوليشن. ايوه تمام. انت يعني دي النوعيه دي لو هتطبق يعني انت ممكن تطبق يا ان شاء الله. انت عايز اقول لك يعني انت لازم نقف معاك وندعمك، وكفايه ان انت يعني ايه ربنا محبب فيك خلقه. بالظبط. ميرسي بجد يا حسين. لا انت من نوعيه الدلعين وخالص ما شاء الله. بص هو عامل ستريس على الدلعين من الصبح. انا ملاحظ الموضوع ده. يعني نورتنا جدا يا حسين. ميرسي، ربنا يخليك. وانت نموذج مشرف لكل الشباب المصريه، واللي دايما عندهم تحدي واصرار. وربنا يوفقك يا رب في اللي جاي كله باذن الله، وتكون بقى يعني زميل معانا هنا يعني على الفضائيات قريب. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا جدا ليك. نورتنا يا حسين، وبجد فخورين بيك وبندعمك، ويا رب يا رب كده من نجاح لنجاح لنجاح، وتتخرج ان شاء الله في 19 يوم. بعد طيب دلوقتي خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل المستشار احمد فوزي حجازي. طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقرتنا القانونيه الاسبوعيه مع المستشار احمد فوزي، علشان بقى يكلمنا النهارده عن موضوع في غايه الاهميه، وهو عن القانون الخاص بالاسره، او بالاخص يعني عن قانون الاحوال الشخصيه. اكيد اكيد يعني البعض دلوقتي نفسه يحصل فيه شويه تعديلات، البعض يقول لك انا اتمنى ان الحاجه دي تتغير بشكل معين، وان احنا يبقى ليها تعديل بشكل اسرع شويه، بشكل يمكن يدي حقوق للمراه بشكل اكبر، يدي حقوق للراجل برضه بشكل اكبر. اكيد كلها علامات استفهام كبيره، وكلها حاجات في الاخر ماشيه في الاطار الصحيح بتاعها ان شاء الله في المستقبل. وده بجانب طبعا كمان اي بقى استفسارات ليكم، اي اسئله كمان كلمونا على ارقامنا اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. يا استاذ احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله بخير. كله كويس؟ كله تمام. طيب يعني النهارده القانون الخاص بالاسره هو قانون الاحوال الشخصيه على ما اعتقد يعني. تمام. عايزين نوضح للناس يعني هل القانون ده هو لسه بيطبق زي ما هو بكل حاجه داخليه فيه، ولا حصل فيه شويه تعديلات؟ تمام. شوف احنا النهارده لغايه اللحظه اللي احنا فيها ما حصلش اي تعديلات في قانون الاحوال الشخصيه. تمام. عن التعديلات اللي كانت ساريه. تمام. احنا المجتمع في حراك على انه يحصل تعديل في قانون الاحوال الشخصيه. تمام. الحراك اللي احنا شايفينه حراك من الجانبين، من الراجل ومن الست. كل واحد شايف انه حقه مهضوم شويه، او حقه مش واخده شويه. الستات يقول لك احنا مظلومين، والرجاله يقول لك مظلومين. من ناحيه ايه؟ تمام. تعالى خلينا نتفق على رؤيه محدده. تمام. الراجل هو اللي ظلم نفسه بعدم اختياره لزوجه كويسه، والست ظلمت نفسها بعدم اختيارها لراجل كويس، او ما عرفوش يكملوا مع بعض، ده مش عيب. ماشي. خلينا بقى نحط الاطار اللي نشتغل عليه
المشرع والمجتمع يشتغل على الإطار واحد، هو المصلحة الفضلة للصغير، لأن الصغير ده نواة المجتمع. لو طلع معقد، لو طلع عنده مشكلة، أنت بتخلق جيل عنده مشاكل. طيب يبقى الأصل وإحنا بنشرع أي قانون نشوف العلة من التشريع إيه. تمام. أنا العلة من التشريع النهاردة مصلحة الصغير، يطلع سوي، يطلع كويس، مستقبل واضح، مصلحته في كل حاجة. فإذا كانت مصلحة الصغير هي الأساس، يبقى لازم نشرع وناخد قوانين وناخد اتجاهاتنا وناخد قاعدة قانونية لهذا الرجل، بغض النظر بقى أو المشرع مش شايف الست هتزعل أو الرجل هيزعل. تمام. يعني أنا أعتقد أنه لازم يبقى قدام المشرع هذا الهدف. كويس. تمام. طيب تعال نشوف إيه أكتر المشاكل. إحنا عندنا مشاكل، واحد مشاكل في النفقات. تمام. مشاكل في التمكين والسكر، مشاكل في الرؤية، مشاكل في الاستضافة، مشاكل في المصاريف، مجموعة من المشاكل في قانون الأحوال الشخصية. تمام. علما عايز أقولك على معلومة، قانوننا اللي موجود دلوقتي لطيف جدا وبيؤدي الغرض، يعني أنا شايف بنسبة 90%، ولكن بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأطراف الطرفين كلها؟ آه. ولكن عندنا مشكلة في آليات التنفيذ. دايما عندنا على فكرة المشكلة دي في كل حاجة. آليات التنفيذ، يعني يمكن القانون المصري في كل أبعاده هتلاقيه مش سايب حاجة. إذا كان قانون مدني أو جنائي أو تجاري وأحوال شخصية، لكن عندنا آليات تنفيذ لو بصيت ليها هتلاقيها شوية هي اللي بتعمل لنا المشاكل. زي إيه مثلا؟ تعال ناخد أكتر حاجة بيحصل فيها مشاكل. ونبدأها كده بالرؤية. الرؤية دي عندك نص الرجل. في القانون هنا الرؤية متوضحة ازاي؟ النص القانوني بتاعها. حاضر. كويس السؤال ده. الرؤية للأب أو الأم، لأن ممكن الحاضنة ما تكونش العكس. الأم. تمام؟ والنص وقف وقال لك إيه؟ وبالنسبة للجد أو الجدة في حالة عدم وجود الأب أو الأم. يعني هي اول حاجه لو بنتكلم على الحضانه. بس في نقطه هكملها. عشان بس يعني الناس ما تفتكرش ان هي الحضانه من الام بتروح على طول الناحيه الثانيه للاب، لا، هي ليها تدرج. طبعا طبعا تدرج في الحاضنات. الاول عشان اكمل دي لانساها ويبان ان احنا ايه اجتزلنا. حكم صدر حكم محكمه دستوريه والغى النص ده وقال ايه؟ من حق الجدود يشوفوا الاحفاد في حاله وجود الاب. القانون الاول كان بيقول لك ايه؟ لو الاب متوفي يبقى الجد يشوف، ولو الاب مش مسافر بره القاهره او بره بيشتغل بره، فمن حق الاب في حاله عدم وجود الاب الجد يشوف. النص ده اتلغى واصبح من حق الجد يشوف حتى في وجود الاب. الجد يعني او الجده، يعني هو الجد او الجده بيمثلوا هنا الاب؟ لا، في النص الاولاني قبل ما المحكمه الدستوريه تلغيه كان الجد والجده ما يشوفوش حفيدهم الا في حالتين. لو ابنهم اللي هو الاب متوفي او مسافر بره البلاد. كويس. تمام. دلوقتي اصبح الاب بيشتغل في مصر وقاعد وبيشوف الرؤيه كل جمعه. الجد من حقه يشوف. ليه؟ لان المحكمه الدستوريه لغت الفقره الاخيره من النص ده. فاصبح دلوقتي من حق مين اللي يشوف؟ اب او ام او جد او جده. تمام. طب انا عايز اقول لك، هو العم مش من حقه يشوف؟ اكيد. الخال مش من حقه يشوف؟ الخال بيشوف لو مع البنت، يعني مع الزوجه او الام معاه يشوف. طب تعالى ناخد، لانه ده الشكل الاغلب، ان 80 او 85% الحضانه بتبقى مع الام. تمام. طب العمه ما تعرفش تشوف الصغير، العم ما يعرفش يشوف الصغير، اولادهم ما يعرفوش يشوفوا، الجد والجده بس مؤخرا بحكم المحكمه الدستوريه بداوا يشوفوا. طب ليه المشرع هنا النهارده وهو بيتدخل ما يتدخلش ويقول من حق الاب اثناء الرؤيه يصطحب معاه اي شخص، يصاحب معاه صاحبه عشان يشوف ابنه؟ هو ايه اللي هيحصل؟ ما هو ده الخلاف الدائر بقى ما بين الموضوع ده، ان هو احنا لو الاطار كان طبيعي جدا من البدايه هتلاقي الامور ابسط من كده، ومش هنلجا كمان لحكم محكمه او لرؤيه يعني بشكل قانوني، هتلاقي الامور ممكن فيها يعني
ببساطه شويه، لكن الطرفين هنا ساعات بيوصل بينهم المراحل اللي هي الكبيره جدا، وبنشوف بعض النماذج يعني للاسف بتكون صعبه جدا، لا هنا واثق في ده ولا هنا واثق في دي، فبتلاقي هنا الاطراف كلها على يعني زي بيقولوا كده ايه، على على نار متحفزه او متحفزين لبعض. صحيح، بس احنا هنا دور القانون يعالج ده، دور القانون يسمح في التشريع الجديد لو انا مكان المشرع الاب والجد والجده والعائله واي حد يجيبه معاه ده، اصلا كاب بشوف ابني مره في الاسبوع، اصطحب معايا اختي، اصطحب معايا ابن اختي، اعرفه باهله، ده شرعا لازم يعرف اهله يا جماعه. هو سؤال، اختي لما هتيجي تقعد على الترابيزه معاه في يوم الرؤيه الثلاث ساعات ده ايه اللي هيحصل؟ اكيد مش هيحصل حاجه. طب نرجع تاني للنص القانوني، يعني هنا المفروض الرؤيه بتحدد لوقت قد ايه، وهل هي المره واحده في القانون في ما ذكرش مره، القانون إيه؟ ساب ده لقرار وزير العدل بالتنسيق ده مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. تمام، يعني قال ايه؟ الرؤيه تكون للناس دول، للاب والام، تمام والجدود، في مكان يطمئن فيه على الصغير، يعني مكان فيه طمأنينة وراحة، ما يبقاش فيه يعني شيء مقبض، زي ما ينفعش يبقى في قسم الشرطة أو مكان بعيد عنه، مكان بعيد عنه، لكن هناك حالات استثنائية ينفع يبقى في قسم الشرطة. لو الصغير في سن الرضاعة لا يعي، وهناك مشاكل شديدة بين الأسرتين، تحفز فممكن يحصل مشاكل يعني جامدة، فممكن يتشاف في قسم الشرطة عشان قسم الشرطة تفصل ما بينهم، يفصل ما بينهم. من ده انا بقول طب ما تعالى نعدل النص، انت النهارده اسم الشرطه ده ايه المشكله انك تعين لي يوم الرؤيه 2 مناديب شرطه من الاس؟ انا عارف انه ده حمل على وزاره الداخليه، بس هو ده قدر وزاره الداخليه، انها متدخله في كل كبيره وصغيره لانها بتحمي المجتمع بالظبط، فمعلش يستحملونا كمان في دي. تمام، يبقى في 2 امناء شرطه في كل مكان رؤيه. ليه؟ وجود امين الشرطه بيدي برضه طمانينه ويفرمل المشاكل. انت النهارده هتيجي تقول لي ايه القانون بيقول امين شرطه بالزي يا سيدي يلبس ملكي، ما احنا مش عايزين بقى نعقدها. يعني طرف من الداخليه يكون متواجد لازم لفصل اي خلاف ممكن، لازم ويبقى موجود، ولو حصل خلاف يحرر بيه محضر. طب وهل في عدم وجوده ما ينفعش نحرر محضر؟ فندم، وكمان ما هي الاماكن المفروض يعني اللي بيتم فيها الاستضافه او بيتم فيها الرؤيه؟ الرؤيه لسه احنا بنتكلمش عن الاستضافه. الاماكن دي طلع بيها قرار وزير العدل مع وزاره التضامن الاجتماعي، اللي هي زي مراكز الشباب والانديه، الاماكن اللي نقدر نحط فيها. تمام الاولاد. انا لازم النهارده وانت داخل بتحصل خناقات كتيره جدا، وممكن تكون في اسره محترمه جدا وتيجي بتشوف الرؤيه في ميعادها وبتمشي باحترام. تمام، في 5 اسر بيعملوا خناقات. يبقى اذا وجب على الدوله انها تنتبه لده، لان الطفل ده هو النواه اللي بكره مستقبل، هو ده اللي هيبقى بكره وزير ورئيس وقاضي وكل شيء. فلو طلع هذا الشخص مش سوي هتبقى في كارثه، مشكله. فانت النهارده وجود حد من الامن، وانا كاب رايح، احنا المجتمع المصري بيخاف برضه، ومش المجتمع المصري اي حد، هو الموضوع مش خوف، موضوع احترام القانون واحترام كل واحد للمكان اللي هو متواجد فيه. انت عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لكن سرعه الاجراء نفسه في وقتها اكيد ده بيخلي، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ المشاكل تهدى شويه. انت عارف ان دلوقتي الام بتيجي تشد مع الاب، وجيت تشد في ميعادك وتبص له وواحد يتنرفز ويضربه وبتوصل للضرب. مين اللي بيحجز؟ موظف اللي ماسك الدفتر بتاع الرؤيه ده بيأيد، ده لو تدخل ممكن يدخل في خناقه معاهم ويدخل ويتحبس. فمالوش دخل. هل الرؤيه هنا ليها كم مره وتسقط مثلا لو الام ما ودتهوش او العكس صحيح؟ حاضر، شوف خلينا نقول برضو الحته دي مهمه جدا، او لو العكس هو ما جاش يعني عايزين نعالجها في التشريع الجديد. انا وجهه نظري، تمام، اولا يجب ان يكون مكان الرؤيه ببصمه مش بإمضة، دي فكرة وده برضه موضوع سهل جدا. تمام، حتى لا يتم التلاعب. تمام، 2 لاجب أن يكون مكان الرؤية بكاميرات ومراقب كويس، ومن حقك كأب أو أم الزوج تطاول تطلبي
سي دي من غير بقى حكم محكمه تدفعي ثمنه كده، تطلبيه من الموظف انا عايزه سي دي عشان اروح اعمل بيه قضيه للي تجاوز. هل ده في القانون طبعا بيسمح بذلك؟ طبعًا. يعني اللي اروح اي مكان اقول له عايز الفيديو ولا ده بس خاص بالقصه القانونيه دي؟ لا يعني احنا خلينا نتكلم في الرؤيه. انا النهارده حضرتك لو مش هيقول لي مثلا اذن نيابه، لا خالص، الاجراء الطبيعي. سؤال، هذا مكان عام صح؟ مظبوط، مش مكان خاص. فالمكان العام ليه شروط غير المكان الخاص. انا النهارده لو مراتي او طليقتي ايا كان تجاوزت عليا في الرؤيه، مين اللي هيثبت ده؟ لا هو هيعرف، تعالى يا عم اشهد معايا يا موظف اللي انت قاعد، تعالى اعمل ايه؟ عشان كده مندوب الشرطه يعمل محضر في حالتها. هروح انا اقول ايه للمحضر ده؟ عملت ولا حاجه. لا ده انا من وقتها اخد نسخه من الفيديو، تمام، من حقي على طول، ويبقى ده مسموح لكل من يرتاد هذا المكان انه لو طلب يقدم طلب وياخد نسخه. كويس. تمام؟ اتنين، يتحرر محضر في لحظتها. ثلاثه، انا بقى ميعاد الرؤيه. دايما الرؤيه بتدي 3 ساعات المحكمه. تمام؟ من 3 لـ6 مثلا. جاء 3:30. جاء 4. الست جت 4:30 و5 ومضت في الدفتر. لا. البصمه، اطلب من موظف الرؤيه وهو موجود، تمام، برنت بالبصمه ويختمه لي، تمام، ادي موعدنا اللي جينا فيها. اروح للقاضي اقول له يا فندم اتاخرت، قانون بقى الجديد يعمل كده، ينذرها مره ثانيه اتاخرت، يعذرها مره ثانيه، يغرمها. طب معلش يا استاذ احمد، برضو هنا الـ3 ساعات دول مش بيتحسبوا مع اول يعني وجود الطفل، ولا هي الميعاد خلاص في ميعاد محدد من 3 لـ6 مثلا وخلاص؟ في كل حكم بيبقى معاه في ميعاد. ما احنا ممكن نخليه يعني مرن من ناحيه ايه، لو هي جت، لو الطفل جه الساعه 4 جه الساعه 5 يتحسب من وقت وجود الطفل، يتحسب الـ3 ساعات. لا، ما انت اصله عندك ميعاد للرؤيه بتنتهي عنه في الليل. فلو جه وقعد ممكن يبقى دي فيها بقى ايه، ذل للست شويه او ذل للراجل. يعني ايه، انا جيت لك الساعه 4، طب ما انا عندي مواعيد او شغل. عارف هخلص 6. لا خلينا شوف، ما هم لو متفقين يعملوا اللي عايزينه بره. احنا بنتكلم على ان احنا على حاله عندها مشكله وراحت المحاكم ومش قادرين يتفقوا، الكبار دماغهم وحشه. تمام. فيبقى خلاص واحد يجي في ميعاده ويبصم وياخد ده. القانون بقى يجي يقول ايه، لو الست تغيبت اكتر من 2 3 مرات غرامه ماليه عليها. هو حضرتك في شغل ده في الحالي دلوقتي؟ لا ولا ده مش فيه. ولا ده انا نفسي يبقى ده كل اللي. طب هو ايه اللي بيحصل دلوقتي في القانون الحالي؟ حدث ولا حرج، واحد غاب هتثبت وتروح تجيب مره واثنين وثلاثه وسلطه تحضيريه للمحكمه، وهي تيجي تجيب شهادات مرضيه وتيجي ما اعرفش تجيب ايه. طب في حاله ان هي بتروح وهو مش بيجي، ايه اللي بيحصل؟ ان الست بتروح كذا مره وكذا مره وهو مش بيجي. يعني تمام، ممكن الست هنا من حقها في ارهاق على الطفل بشكل كبير، والراجل مفيش اي حاجه، مش هتعمل له حاجه، هو ما جاش. يعني ايه القانون هنا بيقول ايه؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ مفيش حاجه، هو ما جاش يشوف ابنه، خلاص هو حر. ايوه، يعني هل ده طبيعي ان هو الواحد المفروض بياخد حكم محكمه صح عشان ينفذ؟ ده الطبيعي صح، وفي رؤيه المفروض هنا بتتم، وفي صغير هو اللي بيتبهدل في القصه دي. حلو. هنا بقى وصلت الكلمه دي، ان مصلحه الصغير هي الاساس في اكيد. لا، المحكمه بتنظر في الموضوع ده، ان هو الطفل هنا يعني في مشكله، ان هو ما حدش بيبقى متواجد في مؤخرا التقليل. بداوا يدوا قضايا تعويض مؤخرا. بس الراجل مش هتعرف، الست دايما يعني الست لما ما تجيش لانه هنا في ضرر على الاب. التعويض ده ناتج عن ايه؟ ان هناك ضرر اصابني في ان انا ما شفتش ابني وهي السبب فيه، فبرجع بقضيه تعويض. قضيه تعويض بقى اقعد في المحاكم قد كده وادفع فلوس قد كده عشان في الاخر اخد لي 10,000 او 20,000 جنيه تعويض. طب ما هو يبقى القانون واضح من اول مره. شوف، القاعده القانونيه قاعده مصحوبه بجزاء للرضع. لو ما كانش فيه جزاء يا احمد بيه مش هتعرف تتحكم في حد. أكيد. فلازم يبقى فيه جزاء. يبقى القانون الجديد يطلع ان اول عذر للست ما تجيش فيه وتتاخر بمبلغ غرامه وما تتسبش، مع احترامي صحيح برضو طبعا للتقاضي، ما تتسبش سلطه تقديريه. سلطه تقديريه. وللراجل، ما انت الراجل ممكن يجيب الست
كل اسبوع وما يجيش الرؤيه. بالظبط برضه هنا في في ذل للست، انا هجيبك وما اجيش. لا طبعا ولو انت ما جيتيش مره اخد، فيبقى في وورقه تروح تاخدها بمنتهى السهوله. تعرف انت عشان تعمل اجراء وتعمل محضر وتثبت وقع حصلت في الرؤيه ده بيطلع عينك. بس مشوار طويل شويه، بتبقى مشوار طويل طويلة. وفي النهايه ما تعرفش تثبت حقك. يعني في البعض ممكن بيعرف يثبت حقه طبعًا. والبعض بياخد بس شويه وقت لحد ما بيثبت يعني الحق بتاعه. وفي الاخر طبعا الطفل هو متضرر من القصه دي. طيب استاذ احمد برضه عشان الوقت بتاعنا، اتفضل. النفقات اخبارها ايه؟ هل دي برضه محتاجه تعديل في القانون؟ شوف كل النفقات انت عندك زي ما اتفقنا. شوف كل اللي احنا اتكلمنا فيه في الرؤيه صياغه اجرائيه للتنفيذ، لكن القانون موجود ولطيف. النفقات برضو محتاجة صياغة شوية، يعني في حتة فيها لبس كبير قوي في النفقات. اللي هو يجي يقول لك ايه النفقة سلطة تقديرية للمحكمة، تمام حلو. يعني بتيجي كالآتي، ده بالظبط ممكن سيادتك زوجتك ترفع عليك قضية نفقة تاخد منك 3000 جنيه، ونفس الشخص مذيع بنفس امكانياتك بنفس دخلك الخارجي بنفس كله واضي يديله 1000 جنيه تقديريه. ايه تقديريه؟ هي حاجه تقديريه يعني. بس شوف انا بقول لك ايه، بس بنفس كل الظروف. كل الظروف هي كل الظروف، اقساط مش اقساط، متزوج متزوج بالاخرى كان ومرتبه واحد وما عندكش دخل خارجي وده ثابت، وهو ما عندوش دخل خارجي وده ثابت، تلاقي واحد خد رقم وواحد خد رقم. طب سرعه الاجراءات هنا اخبارها ايه؟ كتير. لا سريع الحمد لله. يعني انت ممكن تاخد، ما فيهاش مشكله، الست ممكن تاخد حكم نفقه. واحنا احكام النفقه من الاحكام الواجبه النفاذ من اول درجه، ما بتستناش الاستئناف، تمام؟ فممكن تاخد في 3 شهور حكم نفقه. تمام. ده بس لازم بقى القانون الجديد يطلع يقول ايه؟ لا في نسبه من الدخل. هيسمعني حد يقول لي اما في دلوقتي، اقول له لا اللي موجود دلوقتي نسبه من الحجز. نفرق يعني ايه الكلام ده عشان برضو سريعا. بس تمام. انت حضرتك النهارده موظف في مكان بتاخد 5000 جنيه وعندك مجموعه دخول اخرى في بيزنس خارجي ب 10000 جنيه، يبقى اجمالي دخلك كام؟ 15000. القاضي هنا اداك 5000 جنيه، تمام. ادى لاولادك 5000 مثلا، دي امثله، تمام، عشان ما حدش يقول ال 15 بياخد 5، تمام. اداك 5000 جنيه، تروح اجي اعمل اخد النفقه دي من مرتبك، هاجي اقول له، يجي يقول لك ايه في الشغل بتاعك ده اصلا كل مرتبه 5000 وانا قانون عمل بيقول لي ما احجزش اكتر من 50% على دخله، فمش هديك غير 2500. وهي دي اللي بتحصل لخبطه. نسبه الحجز على الدخل. ال 2500 التانيه بتجيبهم منين؟ ده حجز من المدينه، ده الغير بدعوى حبس كله هيجوا، لا يعني الزوجه ما تقلقش ليها شكل معين. فهو ده النسبه. لا انا عايز المحكمه النهارده وعايز القانون الجديد يجي يقول ايه، الاب اللي عنده ولد ياخد 15%، ولدين 20، ولد لوحده ممكن 30. يحدد نسبه من الدخل وثابته. ما ادخلش ابقى عارف ان انا لو اثبت ان دخلك 10000 جنيه هطلع اخد 3. مش حسب الدايرة ما فكرت وحسب تحريات المباحث وحسب، لا ما تسيبش الناس. طيب. كده. طيب استاذ احمد، يعني الموضوع اكيد مش هيخلص دلوقتي في سؤالين. يعني هنكمله معاك الاسبوع الجاي ان شاء الله. خير، لان الموضوع فعلا في بعض التساؤلات الكتيره والكبيره اللي احنا محتاجين ليها رد. ان شاء الله هنكمل معاك ان شاء الله على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. يعني نورتنا جدا المستشار احمد فوزي، شكرا جدا ليك يا فندم. وخلاص يا جماعه، حلقه النهارده كده خلصت معاكم، ويا رب الاهلي كمان شويه ادعوا قولوا يا رب كده الاهلي يفوز النهارده باذن الله، وكل الظروف تكون يعني مناسبه للمكسب ان شاء الله. بكره معاكم حلقه جديده وانبوكس، استنونا على خير ان شاء الله الساعه 6:30. سلام.